قلت لك انا جلطي يدير لي المشاكل كيما هذا مثلا فهمتي يدير لي مشاكل بزاف انا في حياتي وراك وين راك وانا نحوس عليك وين راك نصبح وانا نحوس عليك كيفاش هادي يا صبري صبري ما تقوليش علاش صبري 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 لا اختي بلا حدا ماشي حنا اللي معاك ها كيفاش خرجت على جالك كيفاش انا مرتو مرتو مرتي ماما انا مرتو وانت ما تفهم معاك روح صبري ارواح صبري روح يا ضرب. انا نضرب فيك بلي اختي انت عشان ضرب ضربتك انت اه وانت انا كنت وسروالو وسروالو بصح كنا هذا هو ولد عمك اللي طايح خشن اتاري انتما فاميليا كاع تعكف شوف شو اختك انا دوك ندارت لي اختك هكذا شوف في حياه خويا سبع والله ما تقدر تحل فمك دوكا سكت ان شاء الله يجي جلطي خويا مالك ان شاء الله يا ربي وجيب بيونا ذوك كي تدخل بيونا منها تولي كامل كي تقاشر ها